ذكر الشيخ عبد الله بن حميد الله يغفر له بحضور الشيخ ابن باز رحمه الله موقفا لأحد الحنابلة، قيل له وهو يثبت صفة الكلام لله جل وعلا: كيف تقول هذا؟ ما جوابك أمام الله جل وعلا إذا قال لك كيف تصفني بأني متكلم؟ فقال الرجل: أقول له يا ربي أنت الآن تتكلم، أنت تكلمني الآن. فتعجب الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، يقول: الله أكبر الله أكبر، شوف كيف نصر الله سبحانه، الله يقول إني أتكلم وأنت تقول لا ما يتكلم، مصيبة عظيمة. لذلك يعني يصدق فيهم ما قال السلف أنهم زنادقة إنما دخلوا لإفساد عقائد المسلمين.